الرياضة رياضة الآباء والأجداد، ما زالت الاستعدادات جارية لانطلاقة هذا الشوط، وهو الشوط الأول. باسمه نبدأ وعلى بركة من الله نتوكل. انطلق الشوط الأول لسن الحقائق، مسافة هذا الشوط 3 كيلومترات. نبحر مع الصدارة ونسير مع المقدمة، مع مقدمة هذا الشوط من تحتل المركز الأول. ضوء من تحتل المركز الأول لمحمد بن سليمان السعدي من تحتل المركز الأول. المركز الثاني محبة لمازن بن سلطان الشبلي. المركز الثالث ناصية لمحمد بن هلال الجابري. المركز الرابع والحاملة رقم 13 واللي هي عسيل العبيد بن علي السناري تحتل المركز الرابع. المركز الخامس اللي هي هملولة لسعيد بن بدر الشامسي. المركز السادس اللي هي حربة لسالم بن جحز المري من تحتل المركز السادس. والمركز السابع والحملة رقم 6 واللي هي سلابة لسالم بن جحز المري. هذا نداءنا الأول للستة المنطلقين والباحثين عن صدارة هذا الشوط. ما زالت المقدمة والسيطرة من غيرت على المركز الأول. من تحتل المركز الأول ناصية لمحمد بن هلال الجابري هي من تحتل المركز الأول. المركز الثاني عسيلة لعبيد بن علي السناري. المركز الثالث اللي هي حربة لسالم بن جحيز المري. والمركز الرابع محبة لمازن بن سلطان الشبلي. والمركز الخامس واللي هي هملولة لسعيد بن بدر الشامزي. هذا نداءنا الثاني للخمسة المنطلقين والباحثين عن صدارة هذا الشوط. ما زالت المقدمة والصدارة تحت أقدام ناصية لمحمد بن هلال الجابري هي من تحتل المركز الأول. المركز الثاني والحاملة رقم 7 حربة لسالم بن جحيز المري من تحتل المركز الثاني. المركز الثالث واللي هي عسيل العبيد بن علي السناري. هذا نداءنا الثالث للأربعة والخمسة المنطلقين والباحثين عن صدارة هذا الشوط. وانطلقنا إلى خط النهاية، 1200 تفصلنا عن خط النهاية، وما زالت إخوان المشاهدين ناصية من تحتل المركز الأول. ناصية على الصدارة لمحمد بن هلال الجابري هي من تحتل المركز الأول. المركز الثاني حربة لسالم بن جحيز المري. المركز الثالث سلابة لسالم بن جحيز المري. المركز الرابع والحاملة رقم 14 اللي هي السرمدية لمحمد بن سعيد بن صقر الجابري. المركز الخامس واللي هي عسيلة لعبيد بن علي السناري. هذا نداءنا الخامس وانطلاقنا إلى المنصة الرئيسية إلى خط النهاية. ما زالت إخوان المشاهدين من تحتل المركز الأول ناصية لمحمد بن هلال الجابري هي من تحتل المركز الأول. المركز الثاني السلابة لسالم بن جحيز المري. المركز الثالث سرمدية لمحمد بن سعيد بن صقر الجابري. والمركز الرابع حربة لسالم بن جحيز المري. خلك عند المقدمة ومن تتسلل إخوان المشاهدين تتسلل سلابة المركز الأول لسالم بن جحيز المري هي من تسلل المركز الأول. المركز الثاني ناصية لمحمد بن هلال الجابري وما زالت عصا سلابة في الإبطان. والمنافسة بين سلابة وبين ناصية وقطع عن المسافة و300 متر تفصلنا عن خط النهاية. سلابة على الصدارة، سلابة على المقدمة لسالم بن جحيز المري من تحتل المركز الأول. المركز الثاني ناصية لمحمد بن هلال الجابري. تهانينا والناموس لمالك سلابة سالم بن جحيز المري على فوز سلابة بالمركز الأول. المركز الثاني ناصية لمحمد بن هلال الجابري. والمركز الثالث اللي هي السرمدية لمحمد بن سعيد بن صقر
الجابري تهانينا والناموس للفائزين بالثلاث المراكز الأولى. التوقيت الزمني 4 دقائق و38 و91 جزء من الثانية.